السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تصريحات مهمة كثير من وزير الداخلية التركي السيد سليمان سويلو بخصوص مواضيع كثير مهمة. أصدقائي، ممكن نكون نحكي بفيديوهات كثيرة عن تصريحات وزارة الداخلية أو هيك، ولكن في أخبار مهمة بتهم جميع الناس، ممكن تكون أخبار إيجابية أو سلبية، ولكن بتهم جميع الأشخاص الموجودين داخل الأراضي التركية. من هاي الأخبار المهمة اللي هي إجازة عيد الأضحى الممنوحة من الحكومة التركية للسوريين المقيمين داخل تركيا، بأنهم يسمحوا لهم يروحوا يقطعوا عطلة عيد الأضحى المبارك بسوريا ويرجعوا يومين ثلاثة خمسة عشرة ويرجعوا. ولكن الخبر المؤسف السيء حقيقة اللي هو ما راح يكون في إجازات بعام 2022، يعني بعد شهر في عنا عيد الأضحى المبارك، ما راح يكون في إجازات من الحكومة التركية للسوريين الموجودين في الأراضي التركية. هذا حسب وصف وزير الداخلية التركي السيد سليمان سويلو، وما كان في إجازات كمان بعيد الفطر. هذا شو بيعني يا جماعة؟ لتكونوا موجودين بالصورة، ب 2023 في انتخابات. موضوع اللاجئين المعارضة التركية عم تستغله يعني بكل أدواتها تضغط على الحكومة ويأثر على الرأي العام. موضوع اللاجئين كتير مهم، وخاصة النقطة من النقاط المهمة اللي هي موضوع الإجازة، إجازة الأعياد. يعني في فئة كبيرة من الأتراك بيستغلوا هذا الموضوع أو هاي النقطة، بيضغطوا فيها على الحكومة ليقوي الرأي العام، يعني المعارضة، المعارضين للنظام التركي. وكمان بيكون في ترويج لهي النقطة على أنهم سوريا آمنة وليش ما عم يرجعوا، من هذا الكلام اللي صار لكم تسمعوه كل يوم على وسائل الإعلام، خاصة وسائل الإعلام المعارضة التركية. فمشان هيك حزب العدالة والتنمية عم يشتغل على هاي النقطة، أنه ما راح نمنح الإجازة، إجازة عيد الفطر ما منحناها، وإجازة عيد الأضحى ما راح نمنحها لبين ما يجي وقت الانتخابات وتخلص الانتخابات ونشوف النتائج. بعد الانتخابات ممكن يكون في نسبة كبيرة إجازات. يعني حزب العدالة والتنمية مو مستعد ليخاطر بمستقبله مشان السوريين يروحوا للإجازة، إجازة عيد الأضحى. ممكن يكونوا في أشخاص بيشوفوا رأيهم مغاير لرأيي أو الفكر اللي أنا عم بطرحه، ولكن هذا الواقع أصدقائي. ممكن يكون أشخاص مع هاي الفكرة، ممكن يكون لا، ولكن هذا الواقع. المعارضة التركية عم تستغل كل نقطة باللاجئين، يعني ورقة اللاجئين صايرة ورقة كتير مهمة بإيد المعارضة. فمشان هيك الحكومة التركية وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية عم يشتغلوا قدر المستطاع أنهم يداركوا هاي الأشهر القليلة المتبقية للانتخابات ويساووا الشيء يكون شوي مضر للاجئين، مثلا مثل اجازات العيد الاضحى والفطر، ليرضوا شوي الراي العام، الشارع ما ياثر عليهم. الانتخابات القادمه اللي راح تكون بشهر حزيران من عام 2023 تقريبا، بقال شيء سنه. ثانيا اصدقائي، من تصريحات وزير الداخليه التركي سليمان سويلو اللي عم يقول فعلنا نظام الكامب المخيم، وذلك لتستطيع تركيا السيطره على موجه الهجره القادمه من سوريا. في تصريحات قديمة لوزير الداخلية التركي السيد سليمان سويلو بيقول في أماكن بسوريا تعتبر آمنة للحكومة التركية، وخاصة أماكن اللي يكون موجودة فيها النظام السوري، وعلى وجه التحديد مدينة دمشق. يعني الأشخاص اللي بيثبتوا أنه جاءوا من مدينة دمشق ودخلوا إلى تركيا بطريقة غير شرعية وعم يقدموا على بطاقة الحماية الكملك، اللجوء الكملك بطاقة الحماية في تركيا، راح يلموهم وعلى هاتاي بمخيم، لانه عم يقول فعلنا نظام المخيم. بمخيم راح يحطوهم هنيك، يتاكدوا من هوياتهم، يتاكدوا كيف اجوا، يتاكدوا من اي منطقه من سوريا، واذا كانوا من مدينه دمشق، محافظه دمشق العاصمه السوريه، او ريف دمشق او حوالي دمشق او منطقه اداريه تابعه لدمشق، راح يرجعوهم الى الاراضي السوريه. هن بيعتبروا دمشق امنه، لانه عم يقول الاشخاص اللي اجوا من دمشق اسباب لجوئهم، اسباب قدومهم الى تركيا اسباب اقتصاديه بحته، يعني ما عم يبحثوا عن الامان والامن، عم يبحثوا عن المال. النقطه الثالثه يا جماعه، من تصريحات وزير الداخليه التركي سيد سليمان سولو عم يقول اعتبارا من 10 شباط 2022 من اتى الى تركيا بفيزا سياحيه وانهى مدتها لن نسمح بحصوله على اذن اقامه، وهناك من يريد الحصول على فيزا طلابيه او مرضيه ويستغلون هذا الامر، حيث انهم بعد قدومهم الى هنا يتقدمون بطلب الحصول على اذن اقامه. لن نعطي اذن اقامه لمن قدم بفيزا طلابيه وعند انتهاء فيزا تعليمه يجب عليه العوده
إلى بلده. يعني وزير الداخلية التركي عم يقول الفيز اللي أخذوها الشباب اللي جايين مشان تعليم أو فيزا مرضية أو فيزا دراسية إذا انتهت مدتها ما راح يكون في تجديد لألهم، لأنهم عم يستغلوا هاي الفيز ويجدوها وبعدين عم ياخذوا إقامات تركي. ما راح نعطي إقامات ولا تجديد من التصريحات المهمة لوزير الداخلية التركي. كمان في تصريحات مهمة من وزير الداخلية التركي سيد سليمان سولو عم يقول أغلقنا 1200 حي أمام إقامات الأجانب في تركيا، وراح يكون في انخفاض بنسبة 5%، يعني تنخفض النسبة من 25% إلى 20% في هذه الأحياء. يعني في أحياء بتكون مهمة إلا استراتيجية، تكون موقعها بالمدينة مثل أحياء في إسطنبول بتكون مهمة بالنسبة للعمل وموقعها السياحي، بيكون فيها أجانب كبير، بيكون فيها نسبة أجانب كبيرة. قديما كانت مسموح ل 25% يكونوا من الأجانب و 75% من الأتراك، ولكن بعد صدور هذا القرار راح تنخفض نسبة وجود الأجانب في الأحياء في تركيا من 25% إلى 20%. ممكن يكون في أحياء مثلا ما فيها ولا 5% ولا 10%، وممكن تكون فيها أحياء مرتفعة شوي نسبة مثلا توصل ل 25 أو 30 أو 40%، يعني حسب موقع الحي. مثلا بالفاتح بإسطنبول أو بأخصراي أو بأماكن تانية بإسطنبول وأنقرة بنشوف في أحياء فيها تعداد سكاني كبير وفيها عدد أجانب كبير، وأحياء متوسط وتحت المتوسط. يعني مثل ما قلنا موقع العمل، السياحة، الأسباب الاقتصادية بتلعب دور في وجود الأجانب في تركيا بهاي النسب المتفاوتة. إذا هاي كانت آخر التصريحات المهمة بخصوص المرحلة القادمة، تصريحات مهمة من وزير الداخلية التركي. ممكن تكون تصريحات ما عجبت البعض، ولكن للأسف يا أصدقائي لازم ننقل الخبر ليكون في عنا دراية كاملة بالأشياء اللي عم تحصل حوالينا. في النهاية أصدقائي لا تنسوا تشتركوا في القناة إذا مو مشتركين، تفعلوا زر الجرس، تابعونا على وسائل التواصل كافة سواء كان تيك توك، فيسبوك، يوتيوب، إنستغرام. إذا كان عندكم أسئلة فيكم تراسلوني على الإنستغرام وتابعوني حسابي على وسائل التواصل الاجتماعي. نلقاكم بفيديو تاني، سلام.